السلام عليكم، أهلا بيكم. من حوالي أسبوعين نشر الصحيفي ديلي تلغراف تقرير خطير بيتكلم عن احتياط مصر من الذهب وأنه في طريقه لأنه يتقلص وبنسب كبيرة، وعنونت التقرير بمنشطة عريض أخطر، وهو ذهب مصر في خطر. التقرير بنعتقد أنه مسيس إلى حد كبير، لأننا لما رجعنا تاني اللينك التقرير اللي عملنا له حفظ وعشان نشتغل عليه لقيناه اختفى، أو بمعنى صح اتشال من على الموقع، وده يعني انه تقرير الى حد كبير كان وراه هدف، لان صحفيا والمتعارف عليه ان الجرايد الاجنبيه دي صعب انها تحذف تقرير نشرته الا لو وراه هدف. وسواء التقرير مسيس وراه هدف او غرض اقتصادي او غيره، الا انه يبقى وراه سر وحدود، خاصه انه جه في وقت اعلنت الشركه المسؤوله عن انتاج منجم السكري في مصر تراجع انتاج الذهب في مصر. كمان بيجي في وقت اعلنت في مصر ارتفاع حجم احتياطياتها من الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 54%، وده بعد ما اشترى 44 طن ذهب خلال شهر فبراير اللي فات، وعشان يبقى الاحتياطي 125 طن ذهب بنهايه فبراير، يعني ما يعادل 17% من اجمالي الاحتياطيات المصريه، وده يخليه مصنف كاكبر مشتري للمعدن الاصفر من بين البنوك المركزيه العالميه في الربع الاول من 2022. السؤال دلوقتي، ايه القصة وايه السر؟ هو فعلا ذهب مصر في خطر؟ كل ده واكتر هنحكي فيه مع بعض النهاردة في حلقة مزاج بجد. حضر انت خمسينة الشاي بتاعتك ويلا بينا. انا محمد ابو عاصي ودي خمسينة اتصال. في البداية وحسب تقرير مكتوب بشكل حلو قوي فوربس شرق الاوسط، فالذهب هتكون السلعة الاهم والاكتر تنافسية في سنة 2022. التقرير بيوضح ان النظام الاقتصادي العالمي الحالي هيحصل فيه تغيرات كتير، والتغيرات دي هتكون بداية لتغيير كامل في النظام العالمي ونظم الصرف الدولية، وده بسبب الضغوط والازمات اللي فعليا اصبحت بتعاني منها الاقتصاديات العالمية نتيجة الطموحات والصراعات الامريكية اللي فعلا حطت النظم الاقتصادية في العالم في حرب مش حربها. لسه مكملين مع تقرير فوربس اللي بيأكد ان خريطة الذهب في العالم حاليا بتتغير حرفيا. الذهب بيستعد وعشان ياخد مكانته الطبيعية كمكون رئيسي بلغتنا، صاحب النسبة الأكتر في احتياطيات البنوك المركزية في العالم. الذهب بقى وهيبقى الفترة الجاية السلعة الأهم أمام البنوك المركزية، وده مع تراجع الثقة في الدولار وتوترات السوق الأمريكي وبالتبعية الأسواق الدولية، وتسعى الدول للاحتفاظ بكميات ضخمة منه للحماية من عدم الاستقرار الاقتصادي. بحسب التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي المنشور في يناير 2022، فاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب حوالي 35571 طن من المعدن الأصفر. التقرير كشف ان اجمالي الاحتياطيات العالمية من الذهب ارتفعت حوالي 11 طن في شهر ديسمبر 2021. بحسب تقرير مجلس الذهب، فالولايات المتحدة الأمريكية تصدرت دول العالم في احتياطيات معدن الذهب، بتمتلك حوالي 8133.5 طن ذهب. في المرتبة الثانية ألمانيا، والثالثة إيطاليا، والرابعة روسيا. أما عربيا فالسعودية في المركز الـ18 عالميا، والأولى عربيا باحتياطيات ذهب، بتمتلك المملكة حوالي 323.1 طن ذهب. لبنان في المركز الثاني باحتياطيات ذهب 286.8 طن. أما مصر ففي المركز 33 عالميا بين 40 مركز اللي بتضمهم التقرير بكمية 125 طن، بيمثلوا 19% من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري. كمان مصر في المرتبة الرابعة عالميا بعد السعودية ولبنان والجزائر. وعشان حضرتك تبقى فاهم، الذهب ملاذ آمن، وخاصة في أوقات الأزمات وقت الشك واللايقين بيكون هو أفضل الحلول الاقتصادية. بيتجه كتير مننا للشراء والتحوط من المخاطر التضخم واي ازمات اقتصاديه تانية. مصر بتنتج سنويا من الذهب حوالي 15.8 طن، عندنا حوالي 270 موقع لانتاج الذهب، منها 120 موقع ومنجم قدام ومن بينها منجم السكري، باقي المواقع لسه داخله الانتاج جديد او جديده بمعنى صح. في ابريل 2021 كانت اول حلقه لينا هنا على قناتنا على اليوتيوب 50 اقتصاد، وكانت بعنوان قوس الذهب. الحلقة دي كشفنا فيها بالمستندات والتفاصيل خطة مصر للتحول انها تكون مركز اقليمي من مراكز صناعة الذهب، وكمان تنقيته معامل ومدارس وشركات جديدة وشراكات مع دول وشركات اجنبية وحقوق كشف وتنقيب من الاخر اللي بتعلن عنه الحكومة دلوقتي، احنا اعلنا عنه من سنة. احنا جايين النهاردة وجايبين لكم الجديد، ومن هنا لازم اقولك ان مصر عندها خطة طموحة بدأت في تنفيذها فعلا، وهو انها تكون مركز لتنقيط الذهب، ودي خطوة تمهيدية بنقصد من وراها التحول لمركز لتنقيط الذهب الافريقي، وكمان ذهبنا بدل ما بنشحنه لحد دلوقتي لكندا عشان يتم تنقيته،
وكمان توقيت الذهب العربي، وطبعا هنستفيد بالرسوم اللي هتكون جزء من الذهب، يعني هتقبض الذهب وبالتالي نكون لاعب رئيسي في البورصات العالميه لان حصتنا هتزيد من الذهب، حتى نسبته في الاحتياطي هترتفع، وطبعا ده كله على حساب الدولار. وطبعا سوق جديد يعني ضوابط وقوانين بتنظم حاله العشوائيه في التسعير اللي بنعاني منها في سوق الذهب في مصر بقالنا فتره. الخطه دي كان اسمها قوس الذهب او مثلث الذهب، هو مكتوب على الملف الخاص بيها كده. صاحبها الله يرحمه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس وزراء مصر. قبل ما اتعمق في حلقه النهارده حابب ان اقول حاجه، وده ايفاء لحق الدكتور كمال الجنزوري اللي اهدر حقه في حقبه من نظم سياسيه سابقه. ان القرارات السياسيه ومحاولات الاصلاح الغير مكتمله في عهد الرؤساء عبد الناصر والسادات خلت مصر على شفا اشهار افلاسها في اواخر الثمانينيات في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، لولا موقف مصر في حرب الخليج الاولى والغاء معظم ديونها لدى دول الخليج واعاده جدول ديونها للدول الغربيه المانحه في نادي باريس على اسس ميسره، وده كان سنه 1982. اتقدم وقتها وزير التخطيط في الوقت ده الدكتور كمال الجنزوري بمشروع اقتصادي متكامل الاركان للرئيس مبارك ورئيس الحكومه وقتها الدكتور عاطف صدقي. وللعلم المشروع ده كان سبب رئيسي في اختيار الجنزوري رئيسا لوزراء مصر فيما بعد. المشروع اللي اتقدم بيه هو مشروع قوس الذهب، وده كان مشروع تنموي شامل هينقل مصر من مستوى الاقتراض والاستيراد واعتمادها على المنح والمساعدات لمراحل التصنيع. المشروع كان تعديني بنسبة 100% وبيهتم في المقام الأول باستخراج ثروات مصر المدفونة واستغلالها بالتصنيع والتصدير. مش كده وبس، كمان المشروع كان بيستهدف استقطاب العلامات التجارية العالمية والشركات العملاقة متعددة الجنسيات للبحث والتنقيب واستخراج الثروات دي بمقابل ونسبة تحصل عليها الحكومة المصرية. الغريبة يا مدير هو أن مشروع الجنزوري لم ينفذ، ليه ما نعرفش، وده اللي دفع القيادة السياسية الحالية انها تعيد احياء مشروع قوس الذهب واللي بيشمل صحراء مصر الشرقية ومثلث حلايب وشلاتين واسوان بالمرة، وخاصة في الوقت اللي اكتشفت فيه مصر كشف تجاري جديد للذهب بالصحراء الشرقية بيضم احتياطي يتعدى المليون اوقية، وده كان نقطة تحول في قطاع التعدين وانتاج الذهب في مصر. ومعلومة جديدة ليك حضرتك لسه جاية من المطبخ عليك على طول، احنا هنطرح في النص الثاني من 2022 مناقصة ضخمة للتنقيب عن الذهب في 21 منطقة جديدة في صحراء مصر الشرقية وجنوب مصر، ولم يتم الإعلان عنها إطلاقا حتى الآن. حاليا مصر بتنفذ مشروع متكامل هدفه تحويل مصر لمركز لوجستي لصناعات الذهب والمعادن الأخرى وعلى رأسها الفوسفات، واللي تقدر احتياطيات مصر منه حوالي 8 مليار طن، والحجر الجيري اللي بيغطي 58% من مساحة أراضي مصر تتعدى تريليونات الأطنان. مصر بدأت وفي ظل ضغوط أزمة كورونا مع بداية 2020 لو ملاحظ حضرتك تكثف مزايدات البحث والتنقيب عن الذهب بعد ما كانت بتعتبر القطاع ده سري للغاية، وأعلنت إنها بتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع ده 375 مليون دولار في قطاع التعدين الذهب خلال عامين فقط، وسط توقعات طبعا بزيادة الاستثمار المباشر في قطاع الذهب بس، وعشان توصل مليار دولار في 2030. المفروض عائدات الخطة دي كاستثمارات وصافي أرباح وتشغيل مشاريع متعلقة توصل لحوالي 100 مليار دولار خلال فترة بتبدأ من 5 سنين لعشر سنين، عدى منهم سنة. الخطة هيكون هدفها تأهيل المنطقة المحيطة بالمشروع تبني وتطور وتعمل صناعات وسيطة وفرص عمل. كمان الخطة دي هدفها تأهيل واستغلال ثروات مصر التعدينية بعد استخراجها بالتصنيع ثم التصدير. الخطة بتستهدف ان يتم جذب الشركات المتعددة الجنسيات والمهتمة بالاستثمار والتعدين في الذهب وغيره، بس الذهب في المقام الاول، واستكمالا لتنمية وتطوير والاستفادة الاقصى من احتياطيات مصر من الذهب، فمصر دلوقتي بتنفذ مدينة ذهب على مساحة 150 فدان في العاصمة الادارية الجديدة، ومدة تنفيذها سنتين. هتضم المدينة دي 400 ورشة فنية لانتاج الذهب و150 ورشة تعليمية ومدرسة صناعية، وكمان بتضم 25 مصنع كبار لانتاج الذهب بنظام التمليك والإيجار، وهيكون في متحف ومركز للتصميم والإبداع، وهيكون في منطقة عرض ومناطق للعروض ومراكز للبيع وخدمات اللوجستية على المدينة دي، بالإضافة إلى أن المنطقة بتضم 5 بنوك كمان لخدمة المدينة. أمال إيه بقى قصة ذهب مصر في قطر دي؟ حسب تصريحات مصدر مسؤول لخمسين اقتصاد، فالموضوع ده من باب المضاربات في الأسواق الدولية، لأن الأسواق الدولية شمت خبر بالمناقصة الضخمة اللي بتعتزم مصر طرحها دوليا، وعايزة بلغة السوق تكسر المناقصة دي لصالح شركات عالمية هتستفيد من الوضع ده وتدخل تنافس على المناقصة بأسعار متدنية، بلغتنا بتحلل بيع الصالح. المصدر أكد على أن المعلومة دي أو معلومة كنا قلناها قبل كده، وهو أن تقرير زي ده مش هيأثر على مصر،
لأن الرئيس السيسي في نهاية 2019 شكل لجنة تابعة مباشرة ليه وتحت مسؤولية وإشراف وزير البترول المهندس طارق الملا. اللجنة دي تعاقدت مع شركة مسح دولية واللي صراحة معرفش اسمها واللي أعتقد اسمها هيفضل سري لفترة كبيرة. الشركة دي عملت خرائط مسح جيولوجي لمنطقة جنوب مصر والصحراء الشرقية وأكدت عمليات المسح دي وفق تقارير سرية إن مصر لديها احتياطيات ضخمة من الذهب في مناطق الصحراء الشرقية ومثلث حلايب وشلاتين في جنوب مصر. نرجع للجزء الثاني من الحلقة وهو انخفاض إنتاج الذهب من منجم السكري. شوف حضرتك اللي حصل إن شركة سنتامين الأسترالية المسؤولة عن إنتاج الذهب بمنجم السكري أعلنت من كام أسبوع عن تراجع إنتاج الذهب من المنجم خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت 2021. الشركة قالت في تقريرها الربع سنوي إن إنتاج الذهب من منجم السكري وصل 93.1 ألف أوقية خلال الربع الأول من 2022 وده مقابل حوالي 104 ألف أوقية من نفس الفترة في 2021. لو قارنت المقارنة على أساس ربع سنوي هتلاقي إن في تراجع في إنتاج الذهب خلال الربع الأول بنسبة 13.4% مقارنة باللي كانت عليه في الربع الأول في 2021. قالت كمان إنها باعت حوالي 92.6 ألف أوقية من الذهب المنتج خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 106.6 ألف أوقية في نفس الفترة من 2021، يعني برضو بانخفاض 13.1%. وحققت الشركة عائدات بقيمة 174.6 مليون دولار في الربع الأول من السنة اللي احنا فيها دي مقابل 189.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بانخفاض حوالي 8.1%. طيب هل الكلام الشركة يعني ان مصر هتعاني من نقص كبير وواضح في الذهب او في انتاج الذهب؟ الاجابة ببساطة لا. ليه؟ انا هقول لك. وفقا لموقع ام مايننج الشهير حصلت شركة جيوتريل ودي شركة حفر رائدة في غرب افريقيا على عقد حفر تحت الارض من قبل سنتامين الأسترالية لمنجم السكري، وبموجب العقد ده فالشركة الإفريقية دي هتقوم بعمليات تعدين الذهب تحت الأرض، والعقد مدته 5 سنين وهو الأكبر في تاريخ جيودريل، وخاصة إن العقد ده هيسمح بحفر 90,000 متر مربع على الأقل للتنقيب عن الذهب تحت الأرض باستخدام 5 منصات حفر، ومن المتوقع بقى إنه يدر عائدات بحوالي 54 مليون دولار أمريكي على مدى مدة العقد. تقرير حكومي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن مصر تعمل دلوقتي على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل، وده عبر منجم السكري وغيره من المناجم المكتشفة جديد. وحسب المعلومات المتاحة فمصر بتنتج كل عام حوالي 16 طن من الذهب معظمه من منجم السكري في محافظة أسوان جنوب مصر. نيفين جامع بقى وزيرة التجارة والصناعة قالت مجموعة أرقام مهمة وهي أن إجمالي الصادرات المصرية من الذهب وصل لحوالي 1.108 مليار دولار ده خلال فترة 2021. قالت كمان ان في فرص متميزة امام الصادرات المصرية في قطاع الذهب المصري بأسواق الدول العربية والدول القارة الافريقية وكمان دول اجنبية، وده في ظل وجود اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية اللي وقعناها لو انتم تابعين معانا على 50 اقتصاد على الفيسبوك بين مصر والدول دي دول افريقيا يعني. بالاضافة بقى الى ان المنتج المصري من الذهب بيتمتع بقبول ورواج كبير في الاسواق الدولية. الحكومة جهزت إطار تشريعي وعشان ترجع تحيي صناعة الذهب ونجحت إنها تحط مصر للمرة الثانية في مصاف الدول الرائدة في المجال ده، وعشان توصل صادرات مصر من الذهب قبل جائحة كورونا ل 2.9 مليار دولار ل 37 دولة منهم 15 دولة لم يسبق لنا إن احنا نصدر ليهم. لحد هنا أنا كلامي خلص، وكالعادة هسيبك مع سؤال الحلقة اللي محتاج أسمع إجابته منك. هل تعتقد إن جهود الحكومة في ملف الذهب هتترجم لتنظيم السوق المهم ده وبالتبعية التخلص من عشوائياته سواء كانت عشوائية تسعير أو غيرها؟ هستنى تعليقاتكم على الحلقة دي وكمان إجاباتكم على السؤال. ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني ياريت تعمل لايك وشير لو بتشوفنا على الفيسبوك أو سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب، وما ننسوش المصادر اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.